بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن عدم تأثر المسلم بالثقافات الأخرى، وخاصة إذا كانت أمواج غازية، وعدم تأثره بالغزو الثقافي يحتاج إلى عدة مقومات. وفصلنا الحديث في المقوم الأول وهو العقيدة السليمة، بمعنى آخر البنية الفكرية السليمة. في هذه الحلقة نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى حول المقوم الثاني، وهو معرفة علل الأحكام وحكمها. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع نذكر مقدمة مختصرة، وهو أن الإنسان المسلم الذي عقيدته سليمة وراسخة، هذا الإنسان يعلم بأن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وجميع ما جاء به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما هو الحق والصحيح، سواء علمنا بالمصلحة أو لم نعلم، فكل أمر فيه المصلحة سواء علمنا بتلك المصلحة أو لم نعلم، وكل نهي لأجل مفسدة في المنهي عنه سواء علمنا تلك المفسدة أو لم نعلم تلك المفسدة. كالمريض الذي يثق بالطبيب، فإن الطبيب إذا كتب له دواء حتى إذا كان هذا الدواء مراً، أو ذكر له علاجا حتى إذا هذا العلاج كان صعبا جدا، كما لو كان فيه مثلا بتر لعضو من الأعضاء، فإن المريض لأنه يعلم بأن هذا الطبيب أو هؤلاء الأطباء لم يكتبوا له دواء إلا لأجل مصلحته، ولم يقرروا إجراء عملية جراحية إلا لأجل المصلحة، فإنه يقبل بكلامهم ويستعمل الأدوية أو يسلم نفسه لسكين الجراح. لماذا؟ لأنه يعلم بأن ما يقوله الطبيب صحيحا. ولكن إذا هذا المريض ما كان يثق بهذا الطبيب، قد لا يستعمل دواءه، أو قد لا يرضى بالعلاج، أو يفكر في مراجعة طبيب آخر أو مشفى آخر. لماذا؟ لأنه لا يثق بكلام الطبيب. الإنسان المسلم الذي عقيدته سليمة يعلم بأن جميع ما جاء به القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو الحق وإنما هو الصحيح ولمصلحة الإنسان في دنياه وأخراه، ولا يكون الإنسان مؤمنا بالمعنى الحقيقي للإيمان إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة.
وتلونا في حلقة سابقة هذه الآية المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا باعتبار أن أكثر الناس لم يصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان، والله سبحانه وتعالى أراد للناس الوصول إلى هذه الدرجة، لأن درجات إيمان الناس تختلف، فهناك درجة في أعلى درجات الإيمان وهناك درجة منخفضة من درجات الإيمان، ويمكن للإنسان الانتقال من درجة إلى درجة أخرى يرتقي في مستوى إيمانه وفي مستوى معرفته وفي مستوى عقيدته، وهذا الأمر ممكن. الله سبحانه وتعالى أيضا هيأ الوسائل المناسبة للإنسان لكي يصل إلى هذا المستوى من الإيمان. ومن الأمور المؤثرة جدا في قناعة الإنسان بحكم ومن ثم عدم تخليه عن ذلك الحكم ولو جاءت الأمواج الفكرية المنحرفة، هو معرفة علل الأحكام أو حكم الأحكام. إذا الإنسان عرف علة هذا الحكم فإنه من المستحيل عادة أن يترك ذلك الحكم للشبهات السخيفة أو لأفعال الناس. يعني مثلا إذا شخص منع شخصا من أكل طعام حتى إذا كان هذا الطعام لذيذا، ثم بين له وجه المنع من هذا الطعام، قال له إن هذا الطعام مسموم، واقتنع الشخص الثاني بأن هذا الطعام التي تفوح منه رائحة طيبة ولذيذ الطعم، هذا الطعام مسموم، حينما عرف سبب المنع وأن هذا الطعام اللذيذ ظاهرا مسموم واقعا، فإن هذا الشخص لعلمه بعلة النهي عن أكل هذا الطعام مستحيل أن يأكل هذا الطعام حتى إذا صارت أمواج ورأى مئات وألوف من الناس يأكلون من ذلك الطعام ويستهزئون به لأجل أنه ترك أكل ذلك الطعام. لماذا هذا الإنسان لا يتأثر بالأمواج البشرية التي تأكل هذا الطعام مثلا ولا يتأثر باستهزائهم؟ لأنه يعلم علة النهي والمنع. هذا كمثال. إذا جئنا في الأحكام الشرعية نجد أن الله سبحانه وتعالى، أي واحد من عندنا إذا راجع القرآن الكريم يجد عادة أي حكم من الأحكام القرآنية مذكور في القرآن لم يذكر ذلك الحكم إلا وذكر سبب ذلك الحكم ولو بكلمة أو جملة، لكي الإنسان حينما عرف أن هذا الشيء حرام يعرف علة أو حكمة الحكم، وإذا عرف أن هذا الشيء واجب يعرف سبب وجوب هذا الشيء. مثلا الله عز وجل في الصوم حينما شرع الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى الحكم وهو وجوب الصوم وبعض ما يتعلق بالصوم، يذكر العلة في كلمتين: لعلكم تتقون. يعني الصوم سبب للتقوى، سبب لحفظ النفس. الإنسان الذي يتمكن من أن يحفظ بطنه من الطعام ولو كان في جوع، ويتمكن من حفظ مثلا جوارحه من بعض الأمور حتى إذا هي محللة في غير الصوم، فإن هذا الإنسان له إرادة وتقوى هذه الإرادة فيه، فيتمكن من أن يجتنب عن المحرمات.
فبناء على ذلك نجد أن علة الحكم أو حكمة الحكم ذكرت في كلمة أو كلمتين، بحيث أن الإنسان إذا تدبر في هذه الكلمة يكتشف حكمة الحكم بالصيام. أو مثلا حينما الله عز وجل يأمر بالصلاة، صلي، في آية الله عز وجل يبين علة أو حكمة الصوم. الآية الشريفة تقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبناء على ذلك في هذا الواجب الله عز وجل بين الحكم الواجب، ولم يقل للناس أنه أنتم غصبا عليكم يجب عليكم أن تؤدوا هذا الواجب، بل هناك محاولة للإقناع، إضافة إلى أنه بيان الحكم، إضافة إلى ذلك محاولة لإقناع الناس بذلك الحكم. أو مثلا حينما الله عز وجل نهى عن الخمر ونهى عن الميسر القمار، بين العلة أيضا، ليس مجرد ذكر للحكم وإنما بيان لعلة الحكم أيضا. الله عز وجل يقول: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني في جملة أو جملتين الله عز وجل يبين علة حرمة الخمر وعلة حرمة القمار الميسر. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الخمر والميسر يوجبان العداوة، لماذا؟ لأن الخمر يزيل العقل، والذي يميز الإنسان عن الحيوان هو العقل، وإلا لولا العقل الإنسان كان حال حال سائر الحيوانات، لا فرق بينه وبينها، ولكن الفرق بالعقل. والخمر يزيل العقل، لأن في حالة السكر الإنسان يفقد عقله، وإذا فقد عقله يتصرف تصرفات، وكثيرا من الأحيان هذه التصرفات توجب العداوة وتوجب البغضاء. وكذلك الميسر، إنسان يتعب لفترات طويلة يحصل مالا، ثم في لحظة واحدة في لعب يفقد كل ذلك المال، طبعا هذا يوجب العداوة ويوجب البغضاء. الشاهد أنه في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر العلة أيضا، ليس فقط تشريع للحكم وإنما بيان لعلة الحكم. طبعا بالنسبة إلى علة الأحكام، هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية. في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هناك أمر مسلم، وهي أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فإن كان في شيء مصلحة أمر به، وإذا كان في شيء مفسدة نهي عنه. الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، في حين أن البعض لا يقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وإنما يقول بأن الأحكام الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. يعني في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الظلم قبيح واقعا، ولأنه فيه المفسدة الله عز وجل نهى عن الظلم. العادل فيه المصلحة، ولأن فيه المصلحة الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. ولكن بعض العقائد تقول بأنه لا، لو كان الله عز وجل يقول الظلم واجب كان الظلم يصير حسن، إذا كان يعني لو كان يقول العدل قبيح كان العدل يتحول إلى قبيح. ومعنى ذلك أنه الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح أو المفاسد بناء على كلام هؤلاء، فعليه لماذا يذهبون
ليجدوا علة الحكم. إذا الحكم ليس له علة سوى إرادة الشارع المقدس، والحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فما دام الشارع أمر به لأن الشارع أمر به كان حسنا وليس لأن الفعل من حيث هو حسن، فلماذا يذهب إلى علة الحكم؟ وهذه من الأغلاط التي وقعت فيها العامة، حيث أنهم يقولون، الكثير منهم يقول أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك يجوز القياس. زين، نسأل ما هو القياس؟ يقول أن هذا الحكم فيه علة، هذه العلة بنفسها موجودة في مورد آخر، فنقيس المورد الثاني بالمورد الأول، في حين أنه على مبنى كلامهم هذا الحكم ليس كان منشأه علة حتى نجد أن هذه العلة موجودة في مكان آخر أو ليست بموجودة في مكان آخر، وإنما هذا الحكم لأنه أراده الشارع المقدس من دون أي علة في ذلك، من دون أي مصلحة أو مفسدة. والنتيجة لهذا الكلام هو إلغاء جانب المصالح والمفاسد في الأحكام الشرعية. طبعا كما ذكرنا القرآن الكريم وحتى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وحتى عمل هؤلاء من حيث العمل يخالف ما يعتقدونه، لأن القرآن الكريم يبين أن الأحكام لأجل المصالح أو المفاسد، فإن كانت هناك مصلحة فالحكم يكون بنحو الوجوب، أو إذا كانت مصلحة خفيفة يكون الحكم بنحو الاستحباب، وإذا كانت هناك مفسدة الحكم يكون بنحو الحرمة، وإذا كانت مفسدة خفيفة جدا يكون الحكم بنحو الكراهة. الشاهد أن الإنسان إذا عرف فلسفة الحكم، إذا عرف علة الحكم، حينئذ تمسكه بذلك الحكم أو تلك العقيدة أو تلك الممارسة يكون تمسكا قويا جدا، بحيث أنه لا يتأثر بالأمواج الثقافية والغزو الثقافي المختلف الذي يأتي إلى بلاد المسلمين. طبعا في تاريخ الإسلام لعل من كان له السبق في البيان التفصيلي لمنهج بيان علل أو حكم الأحكام الشرعية هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، حيث ألف كتابا وسماه علل الشرائع، نقل الروايات المختلفة التي وصلت إليه ورواها في علة الأحكام، في علة التشريعات، في علة الأفعال المختلفة، في علة كثير من الأمور المتعلقة بفكر الإنسان أو حياة الإنسان أو تاريخ الأنبياء أو تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله أو بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. لكن هذا الجانب لم يأخذ حقه في التاريخ الإسلامي وفي كتب المسلمين، فبناء على ذلك ينبغي علينا أن نفتش عن علل الأحكام أو حكم الأحكام. طبعا يجب أن يكون تلك العلة أو تلك الحكمة بحيث تكون صحيحة، لا أن الإنسان لأجل إثبات كلامه يتمسك بكل غث وسمين ثم بعد ذلك يتبين بطلان العلة التي ذكرها فيوجب تزلزل هذا الأمر والعقيدة أكثر. يجب أن يكون البيان تلك الأحكام مستند إلى نفس القرآن الكريم، يعني بيان العلل للأحكام مستند إلى نفس القرآن الكريم أو إلى سنة وسيرة رسول الله والأئمة المعصومين عليه وعليهم الصلاة والسلام، أو مستند إلى العقل القطعي. ينبغي أن لا يكون استناد إلى الظنون وإلى بعض الأمور التي تقال، لأن هذه الظنون قد تكون مخطئة، فهذا يسبب تزلزل. يعني الإنسان حينما قال لعامة الناس أمرا وبين علة ذلك الأمر متوقفا على ظن من الظنون ثم تبين بطلان ذلك الظن،
يحدث هناك تزلزل في اعتقادهم بذلك الحكم. فلذا ينبغي أن تكون بيان العلل مأخوذة من القرآن أو من كلام الرسول أو الأئمة الطاهرين الذين أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام، هذا في الدرجة الأولى. وفي الدرجة الثانية بيان بطريقة سليمة إقناعية، لأن المطلب الحق والمطلب الصحيح قد يبين بطريقة لا تقنع وقد يبين بطريقة تقنع، وهذا الإقناع يسبب أن تكون البنية الفكرية بنية سليمة لا بنية ضعيفة، لأن الإنسان إذا اقتنع بشيء ذلك الشيء لا يتخلى عنه، لكن إذا فرض عليه ذلك الشيء بدون قناعة حتى إذا كان الفرض بسبب الأجواء التي يعيشها، إذا خرج من تلك الأجواء نجد هذا الإنسان يتخلى عن ذلك الحكم أو تلك الممارسة لعدم قناعته بذلك الحكم أو تلك الممارسة. فيجب وينبغي أن يكون بيان الحكم بعلته المأخوذة من الكتاب أو السنة أو سيرة الرسول والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أو العقل القطعي أو الإثباتات العلمية القطعية ولو بعنوان مؤيدات، وبطريقة تقنع عامة الناس. طبعا يمكن في كل زمان يختلف ذلك الزمان عن زمان آخر، لأن عقلية الناس وكيفية تفكيرهم ومنهج تفكيرهم قد يختلف من زمان إلى زمان آخر. ولذا كثير من الأحيان نحن نشاهد جيلين، جيل يفكر بطريقة وجيل آخر الثاني يفكر بطريقة أخرى. وحتى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورد أنه لا تكرهوا أبناءكم على آدابكم، يعني العادات، طبعا العادات غير المأخوذة من القرآن ومن الإسلام، لا العادات الممارسات اليومية العادية، لا تكرهوهم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، لأن هذا الجيل في زمان وأنتم في زمان آخر، ولعلكم تفكرون بطريقة هؤلاء لا يفكرون بتلك الطريقة، يفكرون بطريقة أخرى. فبناء على ذلك يجب علينا وينبغي لنا أن نأخذ العلة أو الحكمة من المصادر الإسلامية الأصيلة، ثم هذه العلة نبينها في كل عصر حسب عقلية أهل ذلك العصر. الجوهر نفس الجوهر، العلة نفس العلة، ولكن كيفية البيان، وهذه كيفية البيان تختلف من زمان لزمان آخر. نحن نذكر مثال جزئي، عندنا في بعض الروايات أنه يكره الإنسان إذا إناء أو كأس طرف من هذا الإناء أو الكأس مكسور، بعض الأحيان الكؤوس أو الآنية طرف من أطرافها في كسر، يكره على الإنسان أن يشرب الماء من الطرف المكسور، وإنما ينبغي عليه أن يشرب من الطرف غير المكسور. عندما يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام لماذا يكره عليه أن يشرب من الطرف المكسور، الإمام يبين الحكمة أو العلة لهذا الحكم وهو الكراهة، يقول لأن في كسر الإناء يوجد شيطان. زين، قال الإمام هذا الكلام حسب عقلية ذلك المستمع، لأن في ذلك الوقت مثلا ما كانوا يعرفون وجود الجراثيم والميكروبات، وطبعا الجراثيم والميكروبات الآنية حينما تغسل الوسخ يذهب من الآنية، ولكن الكسور في الآنية قد يبقى فيها الوسخ. ولذا نحن نشاهد أن الأواني إذا فيها ثغرات أو فيها كسور في الغسل يحتاج إلى غسل أكثر، لماذا؟ لأن بقايا الطعام تبقى فيه، وبقايا الطعام إذا بقيت في الكسور والفطور بالتدريج تفسد وتولد الجراثيم أو الميكروبات.
فإذا الإنسان شرب من طرف الإناء المكسور لعل فيه جراثيم، وهذه الجراثيم تنتقل إليه. في ذلك الزمان ما كان يمكن أن يقول الإمام لهذا المستمع لأن في هذا الكسر جراثيم مثلا، إذا كان يقول له هذا الكلام لعل الناس لا يفهمون هذا الكلام. يمكن نحن في هذا الوقت نبين ونقول لعل، طبعا لا نقول بالطريقة المؤكدة والحتمية، لعل المراد من الشيطان هو الجراثيم، أو لعله المراد من الشيطان الجن السيئين أيضا، لأننا لسنا مطلعين على عالم الغيب، وإنما نعلم من عالم الغيب بالمقدار الذي بين لنا في القرآن وفي كلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وما سوى ذلك ليس لنا طريق لمعرفته. المقصود شنو هو؟ المقصود أنه بيان الكلام والعلة بطريقة تقنع أهل الزمان، وقد يختلف زمان من زمان آخر. ولذا من الإبداعات الكبيرة جدا التي أبدعها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب بحار الأنوار، ماذا فعل؟ جمع مختلف الروايات الواردة أو المنسوبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، جمعها في كتاب البحار. طبعا هذا الجمع كان بفائدتين، يعني الفائدة الأولى حفظها من الضياع، لأن كثير من الكتب في طول التاريخ وبفعل الظالمين أو إهمال الناس تلفت، فجمع هذه الكتب في موسوعة تسبب حفظها من الضياع، هذا أولا. الأمر الثاني أنه كل حديث، هذا الحديث كان فيه جهة تساؤل، أو بعض الأحيان لا يفهمه الناس، أو فيه بيان لعلل لا يفهمها الناس، حاول العلامة المجلسي بتعبيرات يعبر بيان يشرح ذلك الحديث للناس الذين كانوا يعاصرونه. ولعل بعض البيانات التي بينها العلامة المجلسي الآن العلماء يفهمها، الفضلاء يفهمونها، ولكن لعل كثير من الناس في العصر الحاضر لا يلتفتون إلى تلك البيانات، لأن طريقة تفكيرهم بطريقة أخرى، فيحتاج بيانها بطريقة يناسب العصر الحاضر وبطريقة يفهمها الناس. الوالد رضوان الله تعالى عليه في كتابه الآداب والسنن هذا الأمر راعاه، أنه الروايات في الآداب والسنن جمعها ثم بين تلك الروايات أو العلل المذكورة لتلك الروايات، شرحها بطريقة يفهمها أهل هذا العصر. فالخلاصة أنه الركيزة أو المقوم الثاني لعدم التأثر بالثقافات الدخيلة هو أن يعرف الإنسان علل وحكم الأحكام والآداب والسيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها